آلاف المتظاهرين احتشدوا للجمعة التاسعة هنا في هذا المكان، ما يظهر مدى إصرارهم على مبدأ التظاهر حتى تحقيق مطالبهم. منذ بدء التظاهرات المطالب لم تتغير، وتتمثل في قيام دولة مدنية وإصلاحات حكومية وقضاء عادل ينهي الفساد، إضافة إلى مطالب خدمية يراها المتظاهرون من أبسط حقوقهم. نطالبه بالاستمرار بالإصلاح وتحديد سقف زمني وليس مفتوح، ونحن معه في أي خطوة يخطوها. اثنين، مطالبنا هي واضحة ومستمرة منذ الجمعة الأولى، وهي إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء ومحاكمة الفاسدين الذين سرقوا المال العام وفتح ملفات الفساد التي تستر عليها القضاء لمدة 10 سنوات. لم تكن بغداد وحدها على موعد مع المتظاهرين، بل إن مدنا مثل البصرة والمثنى وكربلاء والنجف وبابل والديوانية وذي قار شهدت تظاهرات مماثلة، ما يؤكد شعبية المطالب التي ينادي بها المتظاهرون. مطلب الإصلاح الذي شكل عنوانا للشعارات المرفوعة يريده المتظاهرون أن يكون حقيقيا وأن يتم في آجال محددة. نحكي ويا الناس ما عندها ضمير، احنا معركتنا ويا الناس ما عندها ضمير، فالمفروض احنا نوعى على هذا الشيء. المفروض يعني نبقى مكاننا، حيل حيل مننا نبقى الماء والماء والماء، ما صار شيء احنا ما راح لا ندوم لا دوار ولا راجع دوار ولا ان باي مؤسسه حكوميه ولا راجع اي مؤسسه حكوميه. هذا المفروض طالعين لنا بحصاتنا على شنو العاد. المتظاهرون هددوا بالتصعيد في حال تجاهل مطالبهم، وتوعدوا في بعض المحافظات الجنوبية بتحويل تظاهراتهم إلى اعتصامات مفتوحة إن لم تستجب الحكومة للمطالب الشعبية بشكل عام. جمعة تاسعة للتظاهرات أثبتت إصرار هذه الجموع الشعبية على التمسك بتنفيذ مطالبها، مطالب تمثلت بإصلاحات كثيرة، لكن الذي نفذ منها على ما يبدو لم يرق لمستوى الطموح للمتظاهرين الذين خرجوا وربما سيخرجون مستقبلا حتى تتم الاستجابة لما يطالبون به. شفيق عبد الجبار، سكاي نيوز عربية، بغداد.